الأولمبياد دايما بيكون فيها قصص وحكايات كتير، وبتكون شاهدة على مولد أبطال وأساطير. وقبل انطلاق أولمبياد باريس 2024 هنحكي قصة البطل والرباعي المصري الأولمبي خضر التوني، أسطورة رفع الأثقال اللي كان وما زال حديث العالم كله بعد ما خطف الأضواء في أولمبياد برلين 1936 وحطم كل الأرقام القياسية وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل العظماء وأساطير لعبة الأوناش. خضر التوني اللي اتولد في شهر ديسمبر سنة 1916 في حي بولاء أبو العلا بالقاهرة، وعشق رفع الأثقال من الطفولة، وابتدى يمارس هوايته في نادي شبرا الرياضي، وقدر يحقق أكتر من بطولة على مستوى الجمهورية، وبعدها حقق حلمه وانضم لمنتخب مصر قبل أولمبياد برلين 1936 بفترة قصيرة. بطل قصتنا سموه معجزة رفع الأثقال والقاطرة المصرية وأقوى رجل في العالم بعد ما حطم 12 رقم قياسي عالمي وثلاث أرقام أولمبية، وأبهر العالم كله في أولمبياد برلين، وقهر كل المنافسين وحصد الذهب الأولمبي. خضر التوني دخل أولمبياد برلين في منافسات الوزن المتوسط اللي كان بيحتكرها الألمان بقيادة البطل أزماير رودولف صاحب ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 1932 ومواطنه أودولف فانجر المرشح الثاني للمنافسة على الميدالية الذهبية. هنا صدقت حلمي وبدأت، شعار رفعه خضر التوني في برلين سنة 1936، وقدر يفاجئ الجميع ويقهر أبطال العالم ويحطم ثلاث أرقام أولمبية بعد ما رفع مجموع أوزان 387.5 كيلو جرام، وحقق الميدالية الذهبية بفارق أكتر من 35 كيلو جرام عن الألماني أزماير رودولف. خضر التوني رجع للمشاركة في أولمبياد لندن سنة 1948 بعد إلغاء أولمبياد 1940 و1944 بسبب الحرب العالمية الثانية، وكان مرشح بقوة لتحقيق الميدالية الذهبية الثانية، لكن للأسف اتعرض للإصابة بالتهاب في الزايدة وتم نقله للمستشفى في لندن، وطلب منه الأطباء الانسحاب خوفاً من انفجار الزايدة، لكنه أصر على اللعب رغم الخطر اللي كان بيهدد حياته وشارك وحقق المركز الرابع. البطل الأولمبي حقق إنجازات كتير غير ذهبية أولمبياد برلين، منها الميدالية الذهبية ثلاث مرات في بطولة العالم أعوام 1946 و1949 و1950 وبرونزية العالم سنة 1951، وقدر يحافظ على أرقامه وبطولاته لمدة 15 سنة علشان يتم تكريمه ويتحط اسمه في صدارة قائمة عظماء رفع الأثقال في التاريخ اللي بيعلن عنه الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وبتضم أعظم 50 بطل في التاريخ، واحتل فيها خضر التوني المركز الأول لفترة طويلة جدا من دورة برلين سنة 1936 لحد سنة 1996. بطل قصتنا كان بيشتغل مفتش في وزارة التربية والتعليم بجانب ممارسة لعبة رفع الأثقال لحد ما توفى في حادث مأساوي صعقا بالكهرباء، وده حصل في بيته سنة 1956 ليرحل عن عالمنا ويترك خلفه إنجازات تخلد ذكراه على مر العصور بعد ما أجبر الألمان على إطلاق اسمه على أحد أكبر شوارع برلين، وكمان تم إطلاق اسمه على أحد الشوارع في مدينة نصر وحلوان واسكندرية. مش بس كده، ده كمان هيئة البريد أصدرت طابع خاص باسم وصورة البطل الأولمبي خضر التوني. إنجازات كتير وأرقام قياسية عالمية وأولمبية قدر يحطمها البطل المصري خضر التوني علشان يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل عظماء رفع الأثقال ويبقى أسطورة أولمبية خالدة على مر العصور.